سيناريوهات الصعود والخروج لمنتخب مصر بعد ما الجولة الثانية انتهت رسميا في أمم أفريقيا 2024. تعال احكي لك كل السيناريوهات، تعال اقول لك ازاي منتخب مصر يصعد مستريح، ازاي يصعد وهو الآن، ازاي يخرج من المجموعة. السيناريوهات كاملة، فكك من اي حد بيكلمك عن المجموعات واسمع الفيديو ده عشان تفهم عصارة العصارة. خش على الدكتور وتعال نذاكر مع بعض كده مجموعة منتخب مصر، ايه اللي ممكن يحصل في الجولة الثالثة يخلي المنتخب يخرج او يصعد. اخبط لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر، خلي الفيديو يوصل في كل حتة، واللي مش عارف يعرف ايه اللي هيحصل في المجموعة وقول لي توقعاتك في الكومنتات. شايف ان منتخب مصر هيصعد بسهولة ولا الموضوع يقلق وممكن نخرج، هنصعد تاني، هنصعد تالت، هنغادر المجموعة خالص؟ قول لي توقعاتك في الكومنتات، شايف ايه ممكن يحصل. اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس واستنى كل جديد، وفولو صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على النبي وفتح دماغك معايا. خلاص الجولة الثانية خلصت، كاف فيردي قدر يكسب موزمبيق بنتيجة تقيلة، بيكسبهم بثلاثية النهاردة عشان يتصدر المجموعة ورسميا يكون أول فريق ضمن صعوده لدور ال 16. مش بس كده، لا ده ضمن صعوده مركز أول كمان، لأن أيا كان إيه اللي هيحصل في الجولة الثالثة لو كاف فيردي قرر ما يروحش الجولة الثالثة أصلا هيصعد مركز أول برضه. كاف فيردي اللي لعب ماتشين كسب الاثنين مع 6 نقاط، اقرب حد ليه منتخب مصر معاه نقطتين بس في المركز الثاني. بعد كده غانا وموزمبيق كل منتخب فيهم معاه نقطه واحده بس، فمين المركز الثاني؟ منتخب مصر. لو مصر كسبت الماتش الجاي هيبقى معاها 5 نقاط، ما تعديش كاف فيردي، فكاف فيردي خلاص ضمنت الصعود لدور ال 16 مركز اول، متصدره مجموعتها من جولتين بس. والله عيب علينا لو ما تيجي تبص قبل امم افريقيا ما تبدا كده على المجموعه دي تقول مصر وغانا هيتنافسوا على الاول والتاني ونشوف التالت مين، كاب فيردي ولا موزمبيق. لكن الاول والتاني محجوزة لمصر وغانا، كل واحدة هتكسب الماتشين التانيين وماتشهم مع بعض يحدد مين في الصدارة. كاب فيردي بيخطف الصدارة بكل قوة، بيكسب ماتشين، بيكسب غانا 2-1 وبيكسب موزمبيق 3-0 عشان يتصدر المجموعة بكل اريحية مركز اول ويستحق. طيب المباراة الجاية والجولة التالتة ايه اللي هيحصل؟ طبعا الماتشات هتتلعب في نفس الوقت، مصر امام كاب فيردي وغانا امام موزمبيق. خلينا ناخدها واحدة واحدة. اول حالة واول سيناريو عندنا ان منتخب مصر يكسب فالفيردي، وده الطبيعي والله واللي المفروض يحصل، نخلي عندنا شوية دم. منتخب مصر لو كسب الماتش الجاي يروح لل5 نقاط، ساعتها من غير ما يبص على المباراة التانية مباراة غانا وموزمبيق مصر ضمنت الصعود في المركز التاني. لان لو افترضنا ان هم هناك غانا كسبت موزمبيق توصل ال4 نقاط، مصر هتبقى 5، مصر مركز تاني مستريح. ايا كان بقى غانا كسبت، موزمبيق كسبت، تعادلوا مع بعض وهما الاثنين بقوا نقطتين، ايا كان ايه اللي بيحصل هناك مصر ساعتها في المركز التاني تضمن صعودها من المجموعات بايديها مش بايد حد. ده في حاله فوز منتخب مصر على كاب فيردي، ما بصش وما اهتمش ويبقى ساعتها موقفي وصعودي بايدي انا. طيب الحاله التانيه بقى، الحاله الاسوء ان منتخب مصر يخسر المباراه. هل لو خسرنا المباراه عندنا امل صعود؟ الإجابة ان انت ممكن تخسر المباراة ويبقى مش صعود، ده يبقى صعود مذل قوي يا اخي. تخيل تخسر الماتش ويفضل معاك نقطتين اتنين بس، وكاف فيردي يبقى معاها 9 نقاط. بس حالة صعودك امتى؟ ان الاتنين الناحية التانية غانا وموزمبيق يتعادلوا هما كمان، ففي حالة تعادلهم هما الاتنين يبقى معاهم نقطتين زينا، واحنا كمان نقطتين، نتساوى كلنا 3 منتخبات بنقطتين. طبعا كاف فيردي مالناش دعوة بيها، ساعتها 9 نقاط. مين يبقى مركز تاني؟ كلهم اتعادلوا مع بعض، مصر وغانا وموزمبيق ال3 منتخبات ساعتها تعادلوا مع بعض، فالمواجهات المباشره متساويه. هنبص على الاهداف، عندك كاف فيردي كسبت موزمبيق 3-0، دي نتيجه تقيله، فموزمبيق هتبقى مركز اخير. طب مصر وغانا، كاف فيردي كسبت غانا 2-1، فلو كسبت مصر 1-0 بس ساعتها نبقى في المركز الثاني ونصعد رسميا بنقطتين. يمكن دي حاجه ما حصلتش قبل كده في اي بطوله، ان منتخب او فريق يصعد من مجموعه وهو معاه نقطتين بس من غير ما يكسب ولا مباراه، ساعتها هيبقى صعود مذل قوي، لكن حاله وارد انها تحصل. برضو ممكن ان منتخب مصر يخسر من كاب فيردي بس يكسب الناحيه الثانيه غانا او موزمبيق، ساعتها مصر هتروح للمركز الثالث وغانا يبقى معاها 4 نقاط، تصعد غانا مركز ثاني ومصر تستنى احسن توالت، ومستحيل تحصل لان انت لو خسرت وبقى معاك نقطتين عمرك ما هتبقى في احسن توالت، هتودع البطوله من المجموعات في فضيحه كبيره جدا. طيب نسيبنا بقى من حاله الخساره، ان شاء الله ما تحصلش ابدا
طبعا، ونخش بقى على حالة تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي. ساعتها مصر تاخد نقطة، كاب فيردي نقطة، كاب فيردي يبقى معها 7 نقاط، قلنا كده كده متصدرين. مصر توصل لل3 نقاط، هل تصعد ولا لا؟ هنبص بصة على الناحية التانية على مباراة غانا وموزمبيق، ايه اللي هيحصل فيها؟ والله لو اتعادلوا مع بعض هما الاثنين تبقى دي 2 ودي 2، تصعد مصر في المركز الثاني ب3 نقاط بس، في معجزة برضو. تخيل 3 نقاط، تعادلت ال3 ماتشات وتصعد مركز ثاني، ساعتها معجزة بالنسبة لمنتخب مصر ونصعد في المركز الثاني، ده في حال تعادلهم مع بعض. طب لو حد كسب الثاني، لو غانا كسبت الماتش، ساعتها غانا تروح ل4 نقاط، مصر 3 نقاط، نفضل في المركز الثالث وننتظر احسن توالت، والله اعلم تجيلك ولا ما تجيلكش. فالمفروض ايه اللي يحصل من منتخب مصر؟ المفروض نخلي عندنا دم، المفروض نحس شوية، ننزل ما نسميش على المباراة، نكسب كاب فيردي طبعا وناخد 3 نقاط ونصعب بايدينا من غير ما نبص الناحية التانية ايه اللي بيحصل. احنا منتخب مصر، احنا المنتخب الاقوى في افريقيا المفروض والاعرق في افريقيا. كاب فيردي منتخب ما يتذكرش جنب منتخب مصر. اداؤه قوي، ما نقدرش ننكر ان هو كسب غانا 2-1 وكسب موزمبيق 3-0. وعايز اقول لك غانا وموزمبيق والله ما جامدين، احنا اللي كنا وحشين في ماتشاتهم مع موزمبيق. موزمبيق اقل فريق في المجموعه، وغانا سيئه جدا، ده اسوأ جيل اشوفه لغانا. فانا كنت اقدر اكسب الماتشين، معلش وقعنا الماتشين. الماتش الجاي امام كاب فيردي لا بديل عن الفوز لمنتخب مصر، لازم اكسب المباراه. فكك من اللي قلناه، فكك من التعادل، فكك من الخساره وانك ممكن تصعد، انت ساعتها هتبقى بتصعد بدعاء الوالدين كده، هتبقى بتصعد بدعاء المصريين، هتبقى بتصعد صعود مذل زي ما بقول لك. لكن انت بتكسب المباراه، تاخد 3 نقاط، تصعد مركز ثاني ب5 نقاط، وننسى المجموعات ونبدا نشوف هنقابل مين وهنلاعب مين ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. ده كده شرح كامل للمجموعه وشرح كامل لايه اللي ممكن يحصل فيها. لايكات كتير للفيديو وشير على قد ما تقدر، خلي الفيديو يوصل في كل حته ويروح لكل الناس، وقول لي في الكومنتات توقعاتك انهي سيناريو اللي هيحصل، وقول لي كمان حابب نشرح انهي مجموعه بعد الجوله الثانيه، مجموعه المغرب، مجموعه تونس، مجموعه الجزائر، اي مجموعه حابب ان احنا نشرحها قولوا لي في الكومنتات. اكتر كومنتات هتجيلي هي اللي هنتكلم عليها المجموعة دي المرة الجاية بإذن الله. مستني أشوف كومنتاتكم كلها، توقعاتكم للسيناريو، هنصعد ولا مش هنصعد، وهنعمل إيه الماتش الجاي، وإيه المجموعة اللي حابين إن أتكلم عليها. شير الفيديو على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس، فولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد. سلام. الحلقة دي اكلمك عن منتخب العرب. تخيلوا لو في منتخب للعرب بيلعب مع بعض ومكون من منتخب مصر ومنتخب المغرب وتونس والجزائر وطبعا موريتانيا، لكن مش هنختار لعيبة من موريتانيا. 4 منتخبات عربية في منتهى القوة، لو هناخد افضل لعيبة من كل دولة فيهم ومن كل منتخب فيهم ونجمع منتخب العرب كده، منتخب ياخد امم افريقيا وهم نايمين على السرير حرفيا من غير اي مجهود. هقول لك رأيي في كل مركز ايه الاختيار بتاعي من ال4 منتخبات العربية، وانت كمان تقول لي رأيك في الكومنتات. تتفق معايا قول لي اتفق معاك في